ضمن الجولات اليومية التي تحققها مديرية مجاري نينوى على المناطق التي تحدث فيها تجمعات للمياه وشكاوى المواطنين. تم اليوم تحقيق زيارة ميدانية على حي العريبي والواقع قرب السيدين الإصلاح الزراعي وحي الصحة الواقع في الجانب الأيمن وحي الشهداء وتل الرمان. تم توجيه الكوادر في الصيانة الأيمن بالمباشرة الفورية في حي العريبي لمعالجة الانسداد الحاصل في القنطرة الصندوقية لتلافي الإشكال الحاصل والذي أدى إلى تراكم تجمع المياه في المنطقة. بالنسبة لحي الشهداء نود إعلام المواطنين أن هذا الحي توجد شبكة مجاري لهذا الحي محالة ضمن خطة تنمية الأقاليم 2010 وسوف يتم مفاتحة محافظة نينوى لغرض حسم الموضوع ضمن القرار 347 حيث أن حسم هذا الموضوع يؤدي إلى استئناف العمل في الحي. بالنسبة لتل الرمان ستقوم كوادرنا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بالمباشرة في العمل. نود أن نعلم المواطنين الكرام أن مديرية مجاري نينوى لديها حملة واسعة لمعالجة جميع التجمعات المائية وبتوجيه وإشراف مباشر من قبل السيد المحافظ الأستاذ منصور المرعيد. الهدف من هذه الحملة معالجة التجمعات المائية قبل حلول موسم الشتاء.